مسيكم بالخير. يعني كلنا اللبنانيين من كندا إلى أوروبا، من الأرجنتين إلى أستراليا، كلنا سمعنا امبارح ميشيل باك معوض كيف عم بيحكي. أنا بدوري، لأني أنا من هالمنطقة اللي اسمها منطقة صغرتي، كل ما واحد اللي كان بالاقتصاد أو كان بالسياسة بيتعاطى بيطلع على التلفزيونات وبيحكي مقابلات، أنا بسجلها وبوديها للاختصاصيين تيقولوا لي. مثل امبارح هالمقابلة، كل مرة الرائعة اللي عملها وديتها اليوم بالبريد، بالبريد المضمون بيجيني وصل انه استلموها. شو فيه؟ بتحسوا على رجل لبناني يتعاطى الشأن العام، متفوق متفوق، كل منه عم بيطلع. طيب انا بدي اسأل كل سياسي بلبنان، لما بتشوفوا ميشيل باك معوض هيك، طيب ليش ما بتحسنوا حيلكن انتم مثل ما هو بتحسن حاله؟ طيب هالتقرير اللي بيجيني من الشركة الأمريكانية اللي اختصاصها هالشيء، ما تنسى اني انا مرأ يعني الرئيس كلينتون والنائب الرئيس اللي معه آل جور، الرئيس باراك أوباما والنائب الرئيس معه جو بايدن، الرئيس جو بايدن المنتخب ونائبة الرئيس اللي معه المنتخبة كاميلا هاريس. أنا بكون موجود لما بيكونوا على الخبرة كيف بده يعمل مقابلة، كيف بده يلقي خطابه، الخبير المهم بالخطاب يلي بنص الخطاب، الخبير اللي لازم يعلمه كيف لازم يطلع صوته وينزل صوته، كيف لازم عيناه يحركن، كيف لازم يحرك تمه، كيف لازم يحرك ايديه، كيف لازم يحكي، كيف لازم يعمل. هالخبرة هدول شغلتهم بالمصاري مثل أي صناعة. كل ما وديت لهم عن ميشيل باك معوض، وأنا بحلف يمين بالله يمكن ما بيعرفني، لأنه شفته مرة بالكنيسة بالكاتدرال وقت مر شربيل، ما شفته قال لي مرحبا، يعني ما بيعرفني. لازم يكون مش إني عم بعمل دعاية، عم بشرح وضع. طيب كلكن السياسيين اللبنانيين اللي مثله برافو، واللي ما نكن مثله كيف لازم يكونوا مثلكن البقيين؟ كان رجل دولي بكل معنى الكلمة عم بيحكي كرجل دولي مسؤول تجاه وطنه وتجاه شعب لبنان. طيب بدنا نضل بهالعقلية الإجرامية اللي مارسها عبد الناصر، النظام الإرهابي بإيران، النظام الإرهابي تبع حافظ الأسد، النظام الإرهابي تبع صدام حسين، النظام الإرهابي تبع معمر القذافي؟ بدنا نضل بهيك؟ بدنا نجيب ناس ما قلن أي قيمة ونحطهم بالوظائف؟ ولا أنتوا لازم تقدموا للدولة، تقدموا أهم ناس، ما في استمراريتكم. كل واحد حقه انه يعمل رئيس وزارة ورئيس مجلس ووزير ورئيس حقوق ورئيس جمهورية، بس بده يهيئ حاله اذا جه الظرف يكسب. يعني امبارح يمكن بكركي من 2000 سنة سقفت من قلبي بقيادة البطريرك يوحنا مارون والبطاركة الكرام اللي اجوا بعد منه، ان نقولوا عن ميشيل باك معوض هذا هو ابنه الذي به نحن سرنا. طيب معقولة يا عمي؟ معقولة؟ طيب بنسمع عن واحد عمل كوربشن كذا بمليارات الدولارات، خي
لخي ينظم حالك ونظم أولادك ويكونوا على صورة ومسير ميشيل باك معوان. إلا طريقة جانجستر، طريقة توني سوبرانو، طريقة حافظ الأسد ونظام الميالي بإيران، طريقة صدام حسين المجرم، صدام حسين وعبد الناصر ليك وين وصلوا البلاد كل سوا ومعمر القذافة. طيب معقولي يا عمي؟ معقولي ما حدا بيقدر يقول له لو واحدة بيعرفه من السياسيين بيقول أخي أنت المقابلة اللي عملتها على التلفزيون لم تكن بهالمستوى. بأمريكا بيقول لك اعطيني اكزامبل مين كان بالمستوى، بتقول له ميشيل باك معوض. ما حدا بيقدر يحكي مع واحد بيسمي حاله زعيم. ما بنسى بعمري لأول مرة لما بيجي بعد مؤتمر جنيف، يمكن لوزان أو جنيف، بيجينا بيهبري إلى بيريز ولك أحسن اثنين من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة مهمين كتير، أحدهم ببيريز كان رئيس مجلس القضاة الأعلى من من من, من البقاع، ولخده معك تيحكي تترجم لك بالفرنساوي لفرانسوا ميتيران. هو بفرنساوي تقول مكسرة ليش؟ ما بده حدا يكون حد منه. طيب كيف القصة هي؟ كيف القصة هي؟ عم بعطيك المثل واحد. كان في أحسن شباب من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة الموجودين من الجنوب ومن البقاع يلي موجودين ببيريز. ما بدك تاخذ فلان شكله ما بيعجبك، تاخذ غيره. هيدي هالعقلية المريضة ما بتوصل لمحال. يعني كانوا فخورين اللبنانيين امبارح مع كل المأساة اللي نحن فيها، كنا فخورين انه في شاب سامعين فيه كان متفوق كتير، كان رجل دولي بكل معنى الكلمة اللي بتفتخر فيها الدول المتحضرة. بدنا نضل نوار؟ بدنا نضل السلاح هو اللي بيقرر؟ لوين بدنا نوصل بآخر المطاف؟ ليش اللي جاي مين بيقدر يتحمله؟ هذا معمر القذافي روح على القبر، هذا عبد الناصر 67 روحته شاب بأول عمره كمان على القبر. بعدنا لليوم ندفع حرب 67، بعدنا اليوم عم ندفع 8، وعم نحاول بشتى الأسواق بشتى الأحوال إن نعمل السلام حتى نخلص حيلنا بقى ونخلص هالأجيال. هذا صدام حسين، هذا معمر القذافة، هذا حافظ الأسد ماتوا كلهم مقهورين، هذا حسن نصر الله بزيته متخبى، هذا بشار الأسد متخبى بعدها بيعرف وين بينامه إلا هني مع مجموعة صغيرة خايفين. طبعا اللي عارفين وين عارفين وين، بس بدهم يكونوا قليل اللي عارفين وين. بهالتكنولوجيا الكبيرة بيعرفوا من التنفس وين هو. اش بدكن من اللي بتسمعوه بالإعلام؟ إذا صور فيلم سينما يوم من الأيام كيف بلادن وينوي وكيف عرفوه بتخشوا من الضحك على هالتكنولوجيا. تكنولوجيا مهمة كثير. يعني بنتمنى كمان إنه ولاد ولا ميشيل باك معوض بنات قبل الشباب هني يتعبوا على حالهم مثل بين ويكونوا بهالمستوى. بتمنى على أسعد باك كرم ابنك يوسف، باك كرم لازم يتعب على حاله كمان ويكون بهالمستوى، وإلا كيف بكن تستمروا هيك؟ بيستعملوا تعابير هيك بيفكروا حالهم إن نقريوا كتاب براغماتية. لا بدي أقول لك شغلة خي الله هالشغلة دخيل الله نهارت كل الأمة العربية وسيك بطلنا عندي شغلة أشياء الشغلة. يعني هذا المثل كله قدامكن يا أخوي. تحية للخوارنة للكنايس، تحية للمشايخ بالجامع،
تحيات للمشايخ الأسياد اللي موجودين بالحسينيات، كل سوا بيفتخروا بميشيل باك معوض كيف كان امبارح رجل دولة. عاب يا جماعة، بدنا نستقيز من هالنوم، لأنه اللي جاي ما رح تقدروا تتحملوه. ولكن بأكد لكم من هلأ اللي جاي ما رح تقدروا تتحملوه. إيه عدلنا هي، اللي جاي ما رح تقدروا تتحملوه. بدنا نضل نقلكن هالحكي ومنحط كل هالناس ضدنا ومننقي من السافل الوسخ اللي ما في أخلاق والما عنده كرامة، منحطه حد مني ومنفيده. طيب معقولي هالقصة؟ جاهل بطعم جاهل بيعلم جاهل كيف؟ واحد بده ينحاط بناس كفؤين، لازم يكونوا من المنطقة اللي أنا فيها؟ لا، يكونوا من نيويورك، يكونوا من فرنسا، يكونوا من كندا، بس ناس كفؤين. لك يا عمي تعلموا، لما بتشوفوا ميشيل باك معوض كيف كان كيف كان كيف كان رجل متفوق، أثبت على أنه رجل دولة. مش هي أول مرة، كل مرة حدا بيحكي من الناس اللي أنا سامع فيهم بعمل فيديو وبوديه للخبراء. ليكن رئيس، ليكن رئيسنا المنتخب جو بايدن. لك تفرجوا على هالكفاءات اللي جابه حوت حيله فيها، كل واحد منهم بيضاته أكبر من القبين. ليش؟ لأنه بيعرف إذا ما نحط بناس مهمة آخرته الأن، آخرته الأن. أنا بدي أحكي لكم هالقصة لأني أنا من منطقة اسمها منطقة صغرتي، من بلدة صغرتي، جدي المر اسمه تيدرس سليمان الأصحني يروح على الساحة على القهوة ويحكي حميد باك عمل هيك، حميد باك هونيك. يوم حميد باك اجى لعنده زوره، قال له يا مر، انت اذا بتحبني بدك تاكل عنب ولا بدك تقتل النطور؟ قال له لا بدي اكل عنب. قال له كرميل الله اللي بقى تقعد بالقهوة وتحكي اللي عم تحكيه. كعمي بالقهوة انت عم بدك تبيض وجهك معي؟ ولك انا هيك بنضار، خلي اعمالي هي تبين. اجى عند المر على الدكانة تبعه، كعمي ارجوك نستقيزوا من هالنوم. ليش؟ ولك ايه قلبي عليكم، اللي جاي ما فيكن تتحملوه، ما رح تقدروا تتحملوه. بأمريكا أنا.